السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقيننا أن التغيير الذي أحدثته ثورتنا المجيدة رغم خطواته المتئدة إلا أن ثماره قد أينعت في الكثير من المواقع، ومن بينها تعيين أول سفير للسودان في واشنطن بعد غيبة اقتربت من عقدين ونصف. نلتقي اليوم مع السيد نور الدين ساتي، سفير حكومة الثورة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يحتقب من المهام ما تنوء به سفارته، ونحن إذ نستضيفه تمر بدواخلنا الكثير من الأسئلة والعديد من الاستفسارات، منها ما يختص بشؤون السفارة والمهاجرين السودانيين، ومنها ما نتوقع من علاقات متينة مع وطننا العظيم. السيد نور الدين ساتي، خلوني أديكم عنه نبذة بسيطة. ولد في أم درمان سنة 1946، حصل على بكالوريوس الفنون من جامعة الخرطوم سنة 1969، ودرجة الماجستير من جامعة ليون عام 1971، ثم الدكتوراه سنة 74 من السوربون بباريس. عمل مفتشا في وزارة السياحة في الخرطوم سنة 69، ثم قام بتدريس اللغة الفرنسية بعد انتهائه من الدكتوراه في جامعة الخرطوم، عفوا الدكتوراه في السوربون. بعد كده جاء ودرس اللغة الفرنسية في جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الإسلامية. تدرج ساتي في السلك الدبلوماسي من درجة السكرتير الثاني إلى درجة السفير، وبعث إلى عدد من البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج، وتنقل في مسيرته الدبلوماسية بين مختلف بلدان العالم خدمة لبلاده، حيث عمل سفيرا للسودان ببروكسل ونجمينا وباريس، ثم مستشارا للشؤون السياسية بالقصر الرئاسي لبعض الوقت. بعد ذلك التحق بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو، وضع في أجندتها الاهتمام بالسلام الوطني وحل النزاعات ونشر ثقافة السلم المجتمعي. مرحب بك سعادة السفير. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لسابا لهذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن تكون هذه أول إطلالة لي عبر هذه الشاشة مع سابا ومع ضيوفكم الكرام، وهذا شرف كبير بالنسبة لي أن أتحدث إليكم وإلى ضيوفكم في الجاليات السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية المرافق المختلفة. يعني سعدت الآن بهذه الاستضافة، وأود في البداية أن أترحم على شهداء ثورة ديسمبر الأبرار، ربنا يتقبلهم قبول حسن إن شاء الله، ونحن عازمين على أن تضحياتكم لا تذهب هباء إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، كما نترحم كذلك على مصابي الكورونا من في البلاد وفي المرافق المختلفة وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين، ونعبر عن تضامننا الكبير مع أسرهم إن شاء الله. إن شاء هذه الله. مقدمة، إذا حبيت أن أسترسل فأسترسل، لكن طيب، أنا ربما رأيت، بس دعني نعم أنتقل إلى زميلي دكتور محمد نجد، رئيس منظمة الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية سافا، نخليه يرحب بك بطريقته الخاصة. تفضل يا دكتور. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المشاهد الكريم، المستمع الكريمة، التحية لكم، وشكرا دكتور سندوس، وشكرا سعادة السفير نور الدين ساتي على تقبلك الدعوة والاستضافة بصفحة سابة، وتعرف الجالية السودانية في أمريكا عليك، وتعرف السودانيين على منشوداتك الجاية إن شاء الله. أول حاجة صلاة عن نفسي وإنابة عن عضوية تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، بتمنى لك كل التوفيق في مهمتك الجاية، وهي طبعا مهمة عويصة، لكن أنت إن شاء الله تكون قدرها، وإن شاء الله الجالية السودانية والمنظمات السودانية تدعمك إن شاء الله، لأنه حقيقة نجاحك نجاح للبلد يعني. وحقيقة عارفين لسه أنت موجود في السودان، وبنقول لك إن شاء الله زي ما بيقولوا أهلنا القدم لا رافع. إن شاء وكلنا الله. طبعا عارفين إنه الحصل في العهد السابق، وإنه للأسف الشديد كلمة السفارة مرتبطة بينا بكمية من الشعور السلبي تجاه هذه الكلمة يعني، لأنها بقت كان نعم جزء من تمكين النظام السابق ومن أطقم السفارة، نعم وبقت عبارة عن مغارات نعم أمنية للتجسس على نشاطات الجاليات وعلى تحجيم نشاطاتهم، ودور بتاع
جبائيات، وحقيقة ما كان في دور خدم يقول عليه للجاليات يعني. فحقيقة يعني احنا زي ما بنقول لكم فورورد، انك والطاقم بتاعك ان شاء الله تغيروا هذه الكلمة السلبية بتاع السفارة وترجعوها لإيجابياتها، والعمل المهني والدبلوماسي المنوطين به هو في خدمة أهلنا هنا. وزي ما أنت عارف الجالية السودانية في أمريكا جالية كبيرة شديد يعني، وللأسف الشديد يعني كان جزء كبير لأنه نتيجة لسياسة الحروب والنزوح اللي حصل من السودان والسياسات التمكينية الأمنية في السودان والاقتصادية، ففي آلاف السودانيين موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لهذه الضغوط في السودان آنذاك. والحمد لله انها بقت طلعت حاجه يعني ايجابيه، انه فيها سودان مصغر يعني من كل انحاء السودان يعني، ومن كل يعني المهن والوظائف والدرجات العلميه، وما شاء الله يعني عاملين والله يعني شغل مشرف للبلد، وكلهم يعني في كل انحاء امريكا بتجد جاليه مشرفه مترابطه، ويعني نقولوا جاهزين يشتغلوا مع اي كادر وطني يجي في السفاره السودانيه. طبعا كل السودانيين يعني حتى الموجودين في امريكا حقيقه مطلعين ويعني لمجهوداتك الجاية في إصلاح العلاقات السودانية الأمريكية، وحقيقة جزء كبير مننا كان شايف إنه بعد انقضاء النظام السابق إنه يكون في نوع من التطبيع بين العلاقات يعني، لكن اتضح إنه في تركة ثقيلة جدا جدا خلال النظام السابق، وإنه لسه العلاقات يعني في وضع غير الحاجة اللي الناس يعني كانوا متوقعينها، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في السودان وعلى العزلة بتواجه الحكومة الانتقالية. فأنا حابب الحوار وحواصل معك إن شاء الله دكتور سندس ودكتور محمود الأزلة، لكن زي ما قلت لك أرحب بك نيابة عن عضوية سابة، وسؤالي لك كبداية كده دورك في إنك تحول الكلمة السلبية بتاعت السفارة وترجعها للكلمة الإيجابية بتاعت زمان، الدور المهني والخدمي تجاه الجاليات، والجزئية الثانية خطتك لتسريع عملية التطبيع في العلاقات السودانية الأمريكية. تفضل يا دكتور نور الدين وحبابك ألف إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور نجد. كما تفضلت، أول شيء خليني أنا يعني أصحح بعض المعلومات. بداية، لم أكن سفيرا في إنجمينا ولم أكن سفيرا في بروكسل، كنت سفيرا في باريس. نعم، في إنجمينا كنت وزير مفوض، ثم توليت مهمة قائم بالأعمال لفترة بسيطة في نهاية فترة عملي هناك، ثم في بلجيكا عملت من بداية من 75 إلى 76 كسكرتير أول، ثم بعد ذلك عملت كوزير مفوض من 89 إلى 90 في القصر الجمهوري أو رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس نميري. لم أكن مستشارا برئاسة الجمهورية، وإنما كنت كذلك سكرتير أول مع المرحوم، نترحم على روح أستاذنا الكبير منصور خالد الذي استدعاني للعمل معه في رئاسة الجمهورية في فترة 8 أشهر في الحقيقة سنة 77، فهذا لا بد من أن هذا التصحيح يعني. الإجابة على سؤالك يا دكتور نجود، هنالك تحول جذري ورئيسي وأساسي. روح ثورة ديسمبر 2019 يجب أن تنساب على الجميع، على الأفراد وعلى الجماعات وعلى المؤسسات. وأنا أعاهد السودانيين في الولايات المتحدة وفي كل مكان، وفي السودان في كل مكان آخر، بما أنني كنت جزءا من هذه الثورة منذ بدايتها والحمد لله، ولا أمتن على الثوريين، أنني أريد أن تنداح روح هذه الثورة على عملنا في السفارة وعملنا في الجاليات المختلفة ومنظمات السودانيين المختلفة، أن نتحلى بروح هذه الثورة، نتحلى بها من الناحية الدستورية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية، من الناحية الفكرية، من الناحية النفسية، من الناحية الوجدانية، وأن تنساب على علاقات السودانية وأن تنكأ جراح السودانية، لأننا نعلم أن هنالك جراح، وجراح عميقة وغائرة تسبب فيها النظام البائد، ويجب أن نتكاتف جميعا لكي ننكأ هذه الجراح. لن يكون هذا أمرا سهلا، وإنما يتطلب أن نسمو فوق خلافاتنا وفوق مشاعرنا وفوق أحزاننا. هنالك أحزان عميقة خلف ذلك النظام، هنالك
ظلامات عميقه نعرفها ونتفاعل معها ونتعاطف معها، ولكن ما يهم هو الان المستقبل، ان نعمل معا من اجل تحول جذري في العلاقات بين السفاره وبين السودانيين. وهذه السفاره ليست سفاره السفير، ليست سفارة السودانية العاملين من السفارة، وليست سفارة نظام، هي سفارة بلد، سفارة مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم الواجبات، لكن نحن هنا لكي نحقق هذه الحقوق، نؤكدها ونعمل على تحقيقها. وأنا يعني أعاهد كل السودانيين الموجودين أنني سأكون سفير كل السودانيين، سأكون سفير كل السودان، وسأكون سفير السودان، ولن يجدوا مني ولن يسمعوا مني أي شيء ما يشينهم أو يشين البلد، وليس هذه من عاداتي. التضامن والتجانس والتماسك من أجل خدمة الوطن منا جميعا، وهذا ما نصب إلى تحقيقه، وأن نعمل على خدمة السودانيين. هنالك العديد من الظلامات، هنالك العديد من المشاكل، هنالك العديد من الإشكالات، وأنا على دراية بها، وكلنا على دراية بها، وسنعمل على تصحيحها. كما تفضل الدكتور نوقد، السفارات في العهد البائد لم تكن سفارات السودان، ولم تكن سفارات السودانيين، وأنا أعلم ذلك، وقد عانيت أنا شخصيا من ذلك، عانيت أنا شخصيا داخل السفارات التي كنت أرأسها من هذه الروح السلبية. هنالك من يظنون أنهم لديهم، هنالك السودانيين أفضل من غيرهم، وأنهم يتحكموا في السفارة وحتى في السفير الموجود وإلى آخره. لن يحدث هذا. سفارة إذن سفارة كل السودانيين، سنعمل على توفير الخدمات والربط بين كل السودانيين والتواصل معهم باستمرار، وسوف أتشاور مع كل السودانيين وتنظيماتهم المختلفة وانتماءاتهم المختلفة لكي يشيروا علينا بالكيفية التي يمكن أن نتعامل بها معهم، كيف نحن نتعاون معكم، كيف نشتغل سوا، ما هي المبادئ العامة، ما هي المناهج، ما هي الأهداف، ما هي قنوات الاتصال، ما هي أدوات التعامل معكم. وأنا أتعهد كذلك بتحسين الخدمات، أنا أعلم هناك قصور كبير جدا جدا، وقد بدأنا. يعني الأخت أميرة يعني موجودة الآن وبدأت في بعض الإصلاحات، وأنا على اتصال يومي بها وبالأخ الذي يتولى الشؤون القنصلية، وبدأنا في العمل. هنالك إصلاحات بدأت في المجال القنصلي، هنالك بعض العمل الذي بدأ في إصدار الوثائق الثبوتية المطلوبة، في إصدار الجوازات المطلوبة، وهذه بعض الأشياء التي يعني وردت في ما سمعت من كل هذه الأشياء، وهذا سنتطرق إليه بالمزيد من التفاصيل لاحقا. هذه وجهة نظري، هذه رؤيتي فيما يتعلق بعلاقات السفارة مع السودانيين والتعرف معهم ومساعدتهم على التواصل مع السفارة، وكذلك التواصل مع بعضهم البعض والتعرف على بعضهم البعض والتعريف بالسودان بصورة أفضل، لأن السودان ارتبط في أذهان الأمريكيين كما ارتبط في أذهان غيرهم بالمشاكل والحروب ومشكلة دارفور ومشكلة المنطقتين، ولا يذكر السودان إلا تذكر هذه المشاكل. نريد أن نزيل، عايزين نحن يا جماعة نزيل الصورة السلبية بتاعت السودان، ويعرف السودان على حقيقته. السودان ما يرخبي، السودان ليس البلد الذي عكسته الإنقاذ على مدى 30 سنة. نحن نعرف، نحن كسودانيين نعرف السودان على حقيقته، يجب أن نعكس ما نعرفه، يجب أن نعكس ما نعرفه. السوداني يعرف، الأمريكيين يعرفوا السودان على حقيقته، أنه بلد الناس الطيبين، بلد الناس المتميزين، بلد الناس المتحابين، الناس المترابطين الذين بينهم أواصر إنسانية عميقة، والذين يكونون الصداقة والمحبة لكل الشعوب. ده شيء نحن عايزين نعكسه. الشيء الثاني اللي عايزينه هو كذلك أنه السودانيين نفسهم، كيف نقدم الولايات المتحدة للسودان، للسودانيين أنفسهم.
الأمريكان لا يعرفوا السودان والسودانيين لا يعرفوا أمريكا. ومن حسن حظنا أن الآن لدينا جالية كبيرة كما تفضل الدكتور نجم، وهذه جالية متميزة، وأنا متابع ولدي صداقات في السنوات العشر الأخيرة. ترددت كثيرا على الولايات المتحدة وتعرفت على العديد من الأصدقاء والجميع من التنظيمات والناس الشغالين في مجالات مختلفة وسابعة منها، وهنالك تنظيمات عديدة أخرى تشرفنا بمعرفته. كيف ننقل هذه الصورة من الأمريكان السودانيين إلى السودان وتعريف أمريكا بصورة أفضل في السودان، وكيف إنه نربط أمريكا بالسودان بصورة أفضل في كافة المجالات؟ هناك مجالات المعارف، مجالات البحوث، مجالات التقنية، مجالات الطب، مجالات الهندسة، مجالات الزراعة، مجالات التربية، مجالات الفنون، الآداب، الثقافة، وخلق أرضية مشتركة للتعامل. ورؤية استراتيجية كيفية إنه السودانيين صوت بيقطع يا سعادة السفير. يتعاملوا مع الولايات المتحدة كدولة كبيرة ودولة عظمى، ولدينا الكثير ما نتعلم عفوا يا سعادة السفير، ما أعرف إذا سامحني نتعلم منها، الصوت. كثير ما نتعلم منها. والولايات المتحدة كالصعبة مرقها العالم دلوقتي مع جائحة في مركبة، كلنا لازم نتعامل مع بعض. الصوت في مشكلة، في الصوت مشكلة كده، أيوة سامعني كده؟ كده أفتكر رجعت تمام، كان في زي شوية رجع تأخير في الصوت أي وبيقطع شديد، لكن كده صوتك كان رجع بيقطع رجعت كويسة. كده اتفضل. كويس. طيب، فهذه كرؤية استراتيجية للعلاقات السودانية الأمريكية في كافة المجالات، والسودانيين الأمريكيين والسودانيين في أمريكا يجب أن يلعبوا دور كبير في تشكيل هذه الرؤية الاستراتيجية، لأنهم بيعرفوا أمريكا وبيعرفوا السودان ولديهم ارتباطات ولديهم مهام ولديهم أشغال، وهم بيعرفوا كيف يعني يمكن أن نشكل هذه الرؤية. هنتعاون مع بعض من أجل تشكيلها. هنالك الجانب الرسمي وأنا مسؤول عن ذلك، التعامل مع زملاء يعني في الإدارة الأمريكية وفي كل المنظمات والمؤسسات الأمريكية، وهنالك الجوانب الشعبية، جوانب ما تختص بالعلاقات بين المواطنين في البلدين، وهذه مهمة جدا جدا، لأن كما يقولون هذه الحاضنة الشعبية والاجتماعية والنفسية والوجدانية للعلاقات. فحنتشاور سوا برضو في كيف إن نحن ممكن نشتغل مع بعض لتشكيل هذه الرؤية والعمل على تنفيذها بصورة صحيحة بما يخدم مصالح البلدين. السودان بلد لديه إمكانيات واسعة وكبيرة نتحدث عنها دائما، لقد آن الأوان اهتداء بمبادئ ثورة ديسمبر إنه نشتغل سوا من أجل استثمار هذه الثروات الكبيرة، الثروات البشرية، الثروات المعدنية، الثروات الزراعية، الثروات الحيوانية والمائية، وكل هذه الأشياء معروفة. فكيف نحن نجد الرؤية المشتركة والأن يعني بسميه النموذج الاقتصادي الاجتماعي الثقافي اللي بيخلينا احنا نقدر نشتغل سوا عشان ننمي هذه الموارد؟ والهدف هو شنو؟ هو في النهاية الهدف هو شنو؟ الهدف السودان نفسه، السودانيين، الشخص السوداني، مش الشخص السوداني المنعم اللي يعني مرتاح، الجماعة اللي بيعانوا ذي برا ونحن مسؤولين منهم، ربنا يسألنا منهم، اللي تفردوا بسبب الحروب
ظلم، تهميش، الإبادة لأن الناس إن إحنا بنشتغل من أجلهم. طيب احنا حنتحدث عن موضوع اللاجئين ده، لانه ده موضوع مهم شديد، لكن خليني ارجع بالكلام شوية من حيث بدأت. تحدثت عن النظام السابق وعن كل الجرائم اللي حدثت في النظام السابق. من الحاجات اللي بتتقال كثير يا سعادة السفير علاقتك بالنظام السابق، وتحديدا علاقتك بعلي عثمان محمد طه. ما هو ردك على اللغط الدائر حول علاقتك بالنظام السابق؟ النظام السابق وجدني ولم أجده. أنا دبلوماسي من سنة 75، اشتغلت في الخدمة المدنية يوم 5 يونيو 1969، 20 يوم قبل انقلاب المير. اشتغلت في بند العطالة، وبعدها مشيت عملت الدكتوراه في فرنسا ورجعت سنة 74، سنة 75 دخلت الخارجية. ومنذ ذلك الوقت استمريت في الخارجية. عندما جاء هذا النظام المباد وجدني أنا دبلوماسي منذ فترة طويلة جدا. بعد ذلك استمريت في التسلسل الطبيعي التدرج، وذهبت سفير في باريس سنة 1992، وبقيت فيها إلى 1996. 1996 في أغسطس 1996 تقدمت باستقالتي من الدبلوماسية السودانية كتابة، وسببت هذه الاستقالة بأن هذا النظام، وقلت لعلي عثمان اللي بيتكلم عنه الناس ديل في أغسطس 96، وجاء باريس في زيارة، قلت له أخ علي قصتكم دي ما ماشية لقدام، وناسكم دي ما بشدوا حيلكم، بنفس التعبير ده. ما في زول في السودان قال لي كلام زي ده. مالك الحاصل؟ قلت له والله العظيم شوف اسمع، قصتكم دي حتنتهي نهاية سيئة جدا، وأنا قادر أشوف الكتاب على الحائط. أغسطس 96 مركته، تركته، وما كان والله في ذلك الوقت لم أكن أدري أين أصحب. لحسن الحظ بعض الزملاء والأصدقاء في اليونسكو بتاعنا هنا تحدثوا مع مدير اليونسكو وناداني وقال لي يا سيادتي أنت سمعت أنك عندك نية تطلع من، لأنه أنا كنت من مؤسسي ثقافة السلام في اليونسكو لما وصلت 92 93، وهو يعرف حقيقة ما عمل سعادتي في هذا المجال. قال لي أشوف يا سعادتي لو طلعت من السفارة أنا عندي لك هناي بجيبك كخبير، لكن والله ما عندي لك وظيفة، تقعد معي لحد ما نشوف أنت وحظك. قال له والله كويس. جيت قعدت خبير هنا سنة وشوية لحد نوفمبر، بالتحديد نوفمبر 97 كخبير. ناداني قال لي والله انت محظوظ. قلت له شنو؟ قال لي والله نحن عندنا طلب انه نفتح لنا صندوق اقليمي للتعليم والتربيه والثقافه في مناطق النزاعات. وين؟ قال لي في نيروبي. قال لي والله المفروض يكون في جيبوتي، لكن شايف الكينيين ودون التسهيلات تمشي انت هناك، وانت زول بتاع ثقافه السلام وبتاع تشتغل في مناطق النزاعات دي الحروب. نوفمبر 97 مشيت قعدت فيها هناك لحد 2002، منها مشيت دار السلام، مدير لمكتب اليونسكو في دار السلام، منها مدير لمكتب هنا، مشيت اشتغلت في بوروندي في حرب الرصاص ده، داير 4 سنين انا قاعد حليت مشكلة بوروندي وقعدنا عملنا. بعدها مشيت دار السلام ومشيت اثيوبيا ونزلت المعاش بعد ده. بعد كم سنة اتصلوا بي بعض اللي هناك قالوا يا أخي والله دايرين زول للمكتبة الوطنية، يا أخي في ظهورك في عبدك ده مشروع قومي لأطفال السودان لأبناء السودان لبتاع إلى آخره. قلت لهم والله ده أنا شغل مع الحكومة تاني دبلوماسي ولا سياسي ما بشتغله، لكن والله مشروع المكتبة الوطنية ده مشروع استراتيجي مستعد أشتغل فيه. مشيت اشتغلت فيه عكسون، ما قدرت أعمل فيه أي حاجة، كل ما أتحرك به هنا أتحرك
قرب هنا، سوي هنا، قدمت استقالتي ثاني، عندي قدمت استقالتي انا بالضبط ديسمبر 2015. شفت مرتي ومشيت، قعدت فيه من ديسمبر 2015 لحد ديسمبر 2018، 3 سنين انا قاعد في نيروبي وشغال مع الناس بينظموا بيهيئوا للثوره. ما عندك كتب طلعت في الحكايه دي معروفه، فدي القصه باختصار بتاعت القضيه. وبعد كده انت كنت كمان جزء في مكتب العلاقات الخارجية في قوى الحرية والتغيير، وشاركت يعني بشكل فعال في الثورة، بمعنى إنه علاقتك بالنظام السابق كانت علاقة شائكة أصلاً، ما حصل كان في توافق بينك وبين النظام ده. دي المعلومة اللي احنا كنا حابين يعني المتابعين يعرفوها، أو ده واحدة من الأسئلة اللي الناس طرحتها. طيب ننتقل لموضوع السفارة اللي انت تحدثت عنه، ويعني سعادتك مشكورا تفضلت بانه العلاقه بين السفاره والسودانيين حيكون فيها كثير من يعني الاخذ والرد يعني، وطبعا في جبل من الجليد كان بين السفاره وبين السودانيين في الولايات المتحده الامريكيه. ما هي رؤيتكم لاذابه جبل الجليد بين السفاره والسودانيين، وكيف ممكن السفاره يكون عندها دور فاعل حقيقه في ربط السودانيين في الولايات المتحده الامريكيه بولايات مختلفه؟ إذابة جبل الجديد، أول حاجة بناء الثقة بناء على الروح الجديدة اللي تكلمنا عنها. هذه ثورة، وحق السودانيين كلهم يعرفوا إنه اللي حصل في السودان ده تغيير جذري، بحيث إنه نحن مطالبين كلنا بإننا نرتفع ونسمو إلى روح الثورة. أنا أنظر للموضوع ده على أساس إنه ما هواش حاجة يعني لعب، لا، الشباب دي ضحوا بدمائهم ونحن عندنا التزام، نحن الشباب صحيح إنه نخلق روح جديدة للتعامل بيناتنا كالسودانيين، والبلد دي يحصل فيها تغيير جذري وحقيقي، ذلك التغيير لم يحدث بعد. أنا في موقعي إن شاء الله كسفير، أنا عايز الروح دي تسري على كل الناس، الناس يفهمون السفير الجاي ده متشرف بروح الثورة دي، حيعمل على تنفيذ أهدافه، وإنه أي ظلامات أي شخص أو أي فئة أو أي جماعة أو أي تنظيم متظلم بأي شكل من الأشكال، أنا مستعد أقعد معهم وأتفاهم معهم على كيف إنهم يشتغلوا مع هذه السفارة، إنه هذه السفارة سفارتهم، وإنه العلاقات يجب أن تكون تبنى على روح هذه الثورة. نحن نتكلم عن الحرية، أنا بؤمن بحرية الفكر وحرية الرأي طول عمري، وكتبت عن هذه الأشياء، الناس ما بيعرفون يمكن ما قالوا كتاباتي، أنا من سنة 77 بكتب، أنا من سنة 77 بكتب في الحوار بين المكونات الثقافية للأمة السودانية، ما كان في زول بيفكر في كلام زي ده. أنا عايز الحوار ده يتم في السفارة دي، عايز الحوار ده يتم بين السودانيين. إذابة جبل الجليد بناء الثقة والتفاهم على مفاهيم مشتركة ومبادئ مشتركة، إن نتعامل فيها مع بعض، ندي كل زول حقه، كل زول يعرف إنه عنده حقوق كاملة في السودان ده وفي السفارة دي. أي زول لا عنده مشكلة يجي داخل توش على السفير ويقول له يا سفير والله يا أخي أنا عندي مشكلة، شو المشكلة الفلانية. اي زول عنده ظلامه يجي عديل يتكلم معانا ويقول لنا والله يا جماعه انتوا اخطأتوا في كده. ده الحوار، وهذه العلاقات المباشره اللي احنا عايزينها مع السودانيين، عايزين نقدمها. نحن جايين لنخدمهم، احنا جايين نخدم السودانيين، ما جايين عشان نتجسس عليهم، ولا جايين عشان نوجههم، ولا جايين عشان نعطرهم، ولا جايين عشان نجندهم، نحن جايين عشان نساعدهم ونخدمهم. الخدمة المدنية سموها الخدمة المدنية لأنه زول بيجي في حتة زي دي وخادم للناس. فده أنا الجناية ده الإطار أنا بفكر فيه لإزالة هذه جبل الجليد اللي أنت تكلمت عنه، بحرارة العلاقات ودفء العلاقات الإنسانية والوطنية بين الناس. طيب وكيف حيتم الربط بين السودانيين؟ يعني شنو ممكن تكون المساعي اللي ممكن تبذل السفارة عشان تربط بين السودانيين في الولايات المختلفة؟
والله دي حاجة ممكن نشاور فيها السودانيين. يعني زمان الناس كانوا بيتوجسوا من أي شيء، ونحن عشنا ده طبعا كثير في مختلف العهود، إنه دائما هنالك يعني فجوة بين السفارة وبين السودانيين، إلا في يعني في بعض الأحيان يكون شخصية السفير وشخصية الموجودين في السفارة مهمة جدا عشان تشعر الناس بأنه هنالك ثقة بيناتهم. عشان كده أنا حتشاور مع السودانيين الطريقة الموسى إنه نتواصل معهم. هل هنالك مجموعة اتصال تتكون من السودانيين في الولايات المختلفة، في واشنطن، قنوات بتاعت يعني تشاور، بتاعت تحاور، بتاع كوميونيكيشن يعني شانلز عن طريق العسافير، يعني تواصل حقيقي بهذه الطريقة. ونحن أنا عندي أفكار في الحكاية دي، لكن أنا ما عايز أفرض أي شيء، أنا عايز المسألة دي تجي من الناس، عشان ما يقولوا السفير ده والله جاي بأجندة حقته ده يفرض علينا حاجة. ما حفرض أي حاجة، أسأل الناس يا جماعة أنتوا كيف أنتوا تشوفوا السفارة دي كيف، وعايزينها تكون كيف، وعايزين قنوات الاتصال معها تكون كيف، والقنوات دي يعملوها السودانيين، نحن ميسرين نسهل المسألة، لكن القيادة تكون عندهم هم، ونحن نتبعهم. نحن نقول لهم والله يا جماعة انتوا عايزين تعملوا قنوات، عايزين تعملوا نتورس بيناتهم، عايزين تعملوا لكم دايركتري مثلا، السودانيين موجودين كلهم منهم ويسو، عايزين تعملوا لكم يعني جمعيات، عايزين تعمل لكم فوكال بوينتس، دايرين تعمل لكم كونتاكت جروب، دايرين تعمل لكم هنا اعملوها، لكن نحن معاكم وهنوفر لكم الوسائل اللي تعملوا بها المساله دي. عايزين نكون جزء منها، هنكون جزء منها، عايزين نكون يعني شريك فيها كويس، عايزين نكون والله مراقب ولا يعني مساعد ولا كده، يعني كمباني شغلانه كنا بنعملها، لكن من الناحيه الرسميه حيكون عندنا القنوات بتاعت العمل القنصلي المعروف والتواصل مع الجاليات بصوره مختلفه، ودي حنقوم بها الواجب ده. لكن بشكل حق يكون هنالك اطار اوسع من ده للتعامل بين السودانيين. طيب خلينا في المستوى الرسمي بتاع التعاملات اللي انت تحدثت عنه سعادة السفير. نحن نزلنا بوست في جروب وصف لي في امريكا وكندا، وانا بشكر اعضائه جدا لانه قدموا لي اسئلتهم، وبرضه نزلنا بوست على صفحتنا في الفيسبوك عشان نتلقى اسئلة السودانيين ونقدر نعرف شنو المشاكل اللي بتواجههم. من المشاكل اللي ناس كثيرة تحدثت عنها وناس كثيرة تكلمت عن تجارب شخصية، موضوع تجديد الجوازات أو حتى استخراج الجواز الإلكتروني في الفترة اللي فاتت في بعثة مشت للولايات البعيدة عن واشنطن، ودي حاجة مهمة جدا إنه في ناس بعيدين جدا من واشنطن ما بيقدروا يجوا يعملوا الإجراءات يعني بسهولة، إلا يقطعوا تذكرة ويجوا لغاية واشنطن عشان يعملوا الحاجات. الحاجة الأولى إنه الويب سايت بتاع السفارة ما معمول بطريقة كويسة بحيث إنهم هم يقدروا يعرفوا كل واحد فيهم لو عايز يعمل أي إجراء يتصرف كيف ويعمل شنو. تاني حاجة لما يفكروا يتصلوا بالسفارة قالوا بيقعدوا ساعات طويلة جدا ما في مسؤول في السفارة بيرد. القصة دي إلا تتم عن طريق يعني عن بطريقة شخصية يعني. بالنسبة للبعثة اللي جاءت قبل فترة عشان يعملوا الجوازات الإلكترونية فعلا جو وأخذوا كل المعلومات وكل البيانات، لكن للأسف الجوازات الإلكترونية دي ترسلت لعناوين خاطئة وأصحابها ما لقوها. مشكورين في بعض الناس قاموا يعني بنشر الحاجات دي في عبر صفحات الفيسبوك، تحديدا في جروب وصف لي في أمريكا وكندا، ودي يعني حادثة ذكرت تحديدا إنه في شخص سوداني السفارة رسلت له 5 جوازات إلكترونية بأسماء ناس، الجوازات فضلت عنده فترة طويلة لغاية ما الجروب ده اتعمل وقام بالإعلان عن أسماء الناس، والناس تواصلوا معاه ولما تأكد منهم ومن بياناتهم حتى قام بإرسال الجوازات دي. شنو ردك ويعني شنو الحاجات اللي أنت ممكن تعملها أو توعد بها الناس لتجاوز المسألة دي المشكلة دي؟ الله يردينه، ده شيء مؤسف، وده جرم الانهيار اللي كان حصل، جرم الانهيار اللي حصل السياسي طبعا، وكمان الإداري وكل الأشياء المعروفة، ودي نتيجة طبيعية لكل الانهيار والتصرفات اللي كانت سائدة في ذلك الوقت واللي هي معروفة. أنا أتعهد بأن كل هذه الأشياء سيتم النظر فيها، وبدأنا يعني زي ما قلت
ذكرت على اتصال مع الأخت أميرة، وهي كتر خيرها بدأت حاجات كثيرة فيما يتعلق بمسألة السجل المدني. هنالك أشياء تمت في هذا الهناية، وممكن إصدار شهادات الميلاد الآن من السفارة. بدأ العمل في إصدار الجوازات المتأخرة إن شاء الله، وسيتم سيتم مراجعة كل شيء والتدقيق في كل شيء، بحيث أن هذه الأخطاء ما تحصل مرة ثانية. يعني أنا شخصيا أتعهد بأنه هذه الأشياء سيتم النظر فيها من جديد، ونضع النظام، نضع السيستم اللي بيخلي الناس يعني يثقوا في السفارة. بدأنا وبدأت الأخت أميرة والعاملين في السفارة في النظر، وتناقشنا معكم ومع بعض الجهات الأخرى في كيفية تحسين الأداء بتاع الويب سايت بتاع السفارة، ودي كانت شكوى كبيرة، والتواصل مع السفارة بحيث إنه يكون ويب سايت يعني يوزر فريندلي زي ما بيقولوا. يعني عيب إنه في هذا الوقت يا جماعة في تطور، طفرة كبيرة في التقنيات، إن يكون عندنا ما عندنا ما قادرين نعمل لنا ويب سايت. يعني هذا يعني عيب كبير، لا لسه نصلح إن شاء الله. يعني أنا هنالك عدد كبير من الاتصالات، وسنرى كيف إن نعمل لنا مركز للاتصالات الهاتفية يرد باستمرار وعلى مدار ال 24 ساعة على كل الأشياء اللي تجينا من السودانيين. هنالك شيء يعني أنا يمكن أقوله دلوقتي لكن ما المفروض كان أقوله. سننظر في المستقبل، سننظر في المستقبل إن تكون هنالك قنصليات في مدن أخرى غير واشنطن. طبعا ده يعني ما قرار بتاعي أنا، ده ما قرار بتاعي أنا، ده قرار بتاع الجهات المسؤولة في الرئاسة في العاصمة يعني في الخرطوم. لكن أنا حابب اتصالات بهذا الصدد، لأنه عدد يعني السودانيين موجودين عدد كبير جدا، ونحتاج إلى على الأقل قنصلية إضافية يعني يمكن أن نتفق في تحديدها بعد توفير الإمكانيات المطلوبة واتخاذ القرار المناسب من وزارة الداخلية، من وزارة الخارجية والجهات المسؤولة الأخرى. دي بعض الأفكار اللي ممكن نحن نتفاكر فيها برضه إن شاء الله لما عندما ربنا يعني يأذن لنا عشان نصل لواشنطن إن شاء الله. طيب سعادة السفير، شنو مصير الشخصيات اللي عندها علاقة بالنظام السابق والموجودة حاليا في السفارة؟ سينظر في إذا هنالك أي شخصيات يعني يشار إليها على سنها هي فعلا من النظام السابق وتعاونت مع النظام السابق ولغير مصلحة السودانيين، وهنالك يعني إجماع تام بأن هذه الشخصيات ليس مكان السفارة في باريس، هذه الشخصيات ستذهب إذا في واشنطن. وصلنا إلى هذه القناعة. ما حد ينظم أي زول، لكن إذا تم التحقيق وتم السفارة غير مصلحة العلاقات مع السودانيين، غير مصلحة العلاقات مع أمريكا، لن يبقى معي شخص يعني يتسبب في مشكلة بيني وبين السودانيين. أنا بقول لك يعني مهما كان ذلك الشخص، مهما كان ذلك الشخص. طيب سعادة السفير، برضو من الأسئلة الكثيرة اللي جاءت حول مصير السودانيين اللي فازوا باللوتري، ونحن عارفين إنه يعني في قرار حديث إنه تم منع بعض الدول من التقديم للوتري، وفعلا يعني حدث. في ناس كتار بتسأل إنه مصيرهم شنو، في ناس فازوا باللوتري في الفترات اللي فاتت وما عارفين يعملوا شنو. ده حيكون من أولى الموضوعات اللي أنا حناقشها لما أصل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا ما وصلت واشنطن طبعا، لكن طبعا في أشياء اتخذت لأسباب معينة، ومجرد أن نسأل عن هذه الأسباب ونعرف فيها الأسباب الحقيقية هي شنو ونعالجها، نفتكر ممكن نصل حل هذا الموضوع. لا إن شاء الله حيكون في قمة اهتمامي لما قائمة على قائمة اهتمامي لما أصل إن شاء الله. أوعد الفائزين باللوتري إنه سأنظر في هذا الموضوع إن شاء الله.
طيب، برضو من الأشياء اللي حدثت في الفترة اللي فاتت، ونحن عارفين إنه يعني في حاجات مشاكل كثيرة حاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بسبب موضوع تعامل الجهات الشرطية مع المواطنين. في مواطن سوداني في مدينة أتلانتا تم قتله بواسطة الشرطة الأمريكية في الفترة اللي فاتت. هل عندكم فكرة عن المواطن ده، وما هو دور السفارة في حاجة زي دي؟ لأنه إحنا طبعا كنا مفتقدين تماما دور السفارة والدفاع عن المواطنين السودانيين في الولايات المتحدة. نترحم على روح الفقيد، ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ويحسن إليه، ونعبر عن مشاعرنا يعني وتعازينا الحارة لأسرته. هذا شيء مؤلم، هذا شيء مؤلم. أنا بدأت اتصالات في هذا الصدد، وتحدثت في الأيام الماضية مع الأخت أميرة ومع الأخ المسؤول عن الشؤون القنصلية، وقاموا باتصالات بالكوميشنر المسؤول عن هذه القضية، وتعهد بإعطاء بعض المعلومات، وإن شاء الله في الأيام القادمة عن طريق السفارة سيتم توفير هذه المعلومات. اتصالات تمت واتصالات جارية، وأنا تأكدت من هذه الاتصالات جارية، ويعني تقرير بهذا الموضوع، وإن شاء الله في الأيام القادمة يعني هم وعدوني إنه يوم الاثنين أو الثلاث يقدروا يدونا معلومات إضافية عن هذا الموضوع. لأنه الحاجة دي مهمة شديدة. السودانيين حسوا بيعني استحقار شديد صراحة، ما بس هنا، يعني زي ما أنت قلت الخراب اللي كان حاصل في الفترة اللي فاتت كان كبير وعلى كل المستويات وفي كل البلدان. السودانيين ما كانوا حاسين بقيمتهم الحقيقية عن حكومتهم، وبالتالي بتحدث بعض الأحداث يعني في مختلف الدول، وللأسف سفاراتهم ما بتقف معاهم. فدي حاجة مبشرة إنه أنت تكون عندكم المعلومات عن الأشياء الحاصلة. في سؤال جانا من الأخ خالد نافع، بيتحدث عن إنه السودانيين بالمهجر لهم إسهام مميز في دعم وإنجاح ثورة الشعب السوداني. قال بعض المقترحات وعايز يعرف رأيك فيها كخطوة أولى. قال مساواة المهاجر مع المغترب في الحقوق والواجبات مسألة في غاية الأهمية، وذلك من خلال السعي لإصدار قرار يسمح للسودانيين بأمريكا الشمالية تحديدا بإدخال سيارة واحدة للسودان دون تحديد عمر موديل للسيارة، طالما إنه السيارة مرخصة للسير في أمريكا. إدخال سيارة للسودان كحق يعني وليس منحة، مع الالتزام الكامل من أي زول بدفع الجمارك الكاملة أو أي مساهمة وطنية أخرى. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي هو تحدث عنها، هل في سبيل لقيام بنك متخصص في جذب مدخرات المهاجرين أو المغتربين؟ ونحن عارفين إنه الفترة اللي فاتت بالذات في الثورة السودانيين في أمريكا كان نفسهم إنهم يساهموا بطريقة فاعلة أكثر من ناحية مادية، لكن كان عندنا مشكلة بتاعت تحويل القروش. ويمكن ما بس في الثورة، يعني في ناس كتار ما بيقدروا يحولوا قروشهم بسبب العقوبات المفروضة. فهل في أي سبيل لعمل حاجة زي دي عشان السودانيين يحصل يقدروا يعني يعملوا المعاملات المادية دي براحتهم أو يعملوا استثمارات؟ فيما يتعلق بالجانب الأول من السؤال، أنا أتعاطف مع كل المهاجرين، ويعني أكيد عندهم حقوق بالاستفاءة، هذا من ناحية شخصية. من ناحية رسمية، هذا قرار يتطلب تشاور مع جهات الاختصاص في الوزارات المختصة، سواء كان ذلك في وزارة الداخلية أو في الجمارك أو في وزارة الخارجية أو ثاني. الصوت بدأ يقطع. سامعني يا سعادة السفير؟ الصوت قطع خالص يا سعادة السفير. دكتور نور الدين سامعني ولا؟ شكله تقطع خالص. طيب دكتور محمود، لو تدخل معنا نتحدث قليلا عن أهلا العلاقات. يا سندس، كيف حالك؟ طيب، على بال ما يجينا سعادة السفير يرجع لنا، لأنه شكله الصورة ثابتة. ما أعرف بس شو. سامعني كده؟
ايوه كده صوتك رجع يا سعادة السفير، سامعني؟ دكتور نور الدين سامعني ولا؟ تهيأ لي يا دكتور محمود، ما عارفة تبدأ التحدث في تهيأ لي لأنه طيب، نحن خلينا نتواصل مع ايش الفريق مع سعادة السفير. الو، ريتها لي لو طلع ودخل ثاني بيكون أحسن يا محمود. ايوه محمود افتكر تواصل في النقاط اللي أنت يعني عايز تتحدث عنها على بال ما سعادة السفير يرجع لنا مرة ثانية. تخيل ليه أحسن لو طلع ودخل مرة ثانية بيكون ايوه ايوه نحن ممكن في المسافة دي، لأنه نحن حندي يعني دايرين برضو نغطي العلاقات الأمريكية السودانية، فممكن يعني أنا وأنت يا سندس كنا حضرنا عن دايرين نسأل سعادة السفير عن عدد من الأشياء، واحدة منها غير يعني العلاقات الأمريكية السودانية من منظور إنه العقوبات وأثرها على أشياء كثيرة في السودان زي التعليم، ويعني مثلا حتى الزوم سيرفيسز دي في السودان هي ما متاحة أنا كنت بصورة حابة كاملة. أسألك عن مسألة أيوة. التعليم والمنحات الممكن تقدم يعني المنح. ايوه، وبرضه كنا دايرين نتكلم عن مسألة وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ممكن احنا في المسافة دي ناخذ يعني ندي نبذة بسيطة عن المسألة دي، يعني ممكن ما اعرف يا سندس لو دايرة تهيأ لي تنور أحسن. المشاهدين. أنا اوكي حابة ثاني أتحدث عن موضوع تمام. السفارة والسودانيين هنا، لكن عشان نكسب الزمن أحسن تدي الناس شوية نبذة عن القصة دي، ونحن بنحاول ونوعد الناس كلهم إنه نقرأ أسئلتهم في النهاية يعني إذا الزمن أسعفنا. تفضل يا محمود. ايوه، انا داير اطمن المشاهدين كلهم ان احنا حتى لو ما اتيحت لنا الفرصه اننا نسال سعاده السفير المره دي، يعني ان شاء الله في المرات الجايه يكون هنا معانا في الولايات المتحده، وممكن حتى نلاقيه يعني بصوره مباشره، نكون معه في نفس المكتب ونساله اسئلتكم. لكن في كل الاحوال نحن في تحضيرنا لاسئله المشاهدين عملنا القائمه بتاعت الاسئله، وهتكون كلها يعني هنرسلها للسفير، وحنتاكد انه التيم بتاع السفاره كله عارف الاسئله بتاعت السودانيين ان كان هنا في الولايات المتحده او حتى من السودان او من دول اخرى، عشان هم يعني حتى هو ساعه التسفير كان راغب في انه يعرف كل اسئله الناس، عشان دي بتساعده في تحديد مهامه والاولويات الى اخره. بالنسبه لمساله قائمه الدول الراعيه للارهاب، كنا عايزين ان شاء الله نقدر السفير يرجع معانا، كنا عايزين نبدا اول شيء ندي نبذه عن وجود السودان في القائمه اللي هو بدا في سنه 1993 بسبب علاقات المتوترة بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية، ووجود بالنسبة للولايات المتحدة كان السودان متهم بوجود بعض الإرهابيين في السودان، وفي البداية بدأ بإرهابيين زي يعني قضايا بتاعت أفراد زي كارلوس وغيره، ثم تعقد الموضوع جدا في نهاية التسعينات بعد أحداث تفجير عدد من السفارات الأمريكية في دول أفريقية، وكانت الولايات المتحدة اتهمت الحكومة السابقة بأنها كانت يعني وفرت نوع من ال يعني على ال يعني كان في تع كانت هي مخرطة أو متهمة بأنها جزء من العملية دي، ف ومجهودات خروج السودان من دول من قائمة دول الراعية للإرهاب كانت بدأت من سنة 2000 يعني كانت يعني بعد 11 سبتمبر حصل تعاون بين الحكومه السودانيه السابقه والحكومه الامريكيه، لكن كان دائما يعني حتى لما تقرا الاوراق عن المساله دي كانوا بيقولوا انه بيحصل تقدم خطوه وبعد ذلك بيحصل تاخر عدد من الخطوات، لان الحكومه السودانيه بتواصل عمليات انتهاك حقوق الانسان ولعب ادوار سلبيه بالنسبه للمساله، فبالتالي كان دائما كانت بتفشل في انها تقدر تعمل نوع من استعادة العلاقات الأمريكية السودانية بشكل طبيعي. فكنا دايرين نسأل سعادة السفير عن الخطوات، وهو كان راغب في إنه يدينا أبديتس عن الحاجات اللي عملتها السفارة وعلى أشياء الخطوات اللي هتعملها في المستقبل.
هو معروف يا محمود تعقيبا على كلامك انه ادخال اي دوله لقائمه الدول الراعيه للارهاب ما صعب، لكن اخراجه من القائمه هو الشيء الصعب، لانه قانونيا بيحتاج لحاجات كثيره يعني حسب القوانين الامريكيه، ودي سعاده السفير هيقدر يحدثنا فيها اكثر بصوره افضل. يعني الحاصل شنو حاليا؟ لسه لسه يعني ما زلنا عندنا الصعوبات التقنية. هو طبعا يعني طيب يا محمود، أنا على بال أنت ما تحاول تتواصل مع سعادة السفير ممكن أقول بعض الأسئلة اللي جاءتني. خلاص أنت تمام بدك تحاول تتواصل مع سعادة السفير. أوكي ممتاز، طيب شكرا يا زندس. طيب نحن زي ما أنا قلت كان عندنا بوست في جروب وصف لي في أمريكا وكندا، وجاءتنا بعض الأسئلة أنا حأقرأ منها، يعني ما حقدر إني أقولها كلها، وأوريدي سعادة السفير بدأ الرد على الأسئلة، لكن خليني أقول الأسئلة دي. في طبعا أسئلة برضو جاتنا على صفحتنا في الفيسبوك، يعني إحنا حاولنا نشوف الأسئلة المتشابهة نقوم يعني ناخذ سؤال واحد. على العموم أحمد عبد الله قال السلام عليكم، رجاء أن تتطرق إلى موضوع تجديد الجوازات ده لأنه مهم لكل الناس بالذات الطلاب والعاملين بفيزا العمل. ما يعني ممكن الزول من هنا يرجع للسودان عشان يستخرج جواز جديد ويخش تاني في برنامج تقديم لفيزا جديدة يخضع فيه لكل الاحتمالات ومن ضمن الرفض. بحسب المعلومات زمان الجواز الأخضر كان سهل تجديده لأنه كتابة في صفحة التجديدات وإمضاء وختم، أما عملية استصدار للجواز الإلكتروني فحصلت مرة واحدة قبل 4 سنوات سنة 2016 عندما تم جمع البيانات البيومترية بواسطة بعثة من إدارة الجوازات، تم إرسالها من السودان وتم جمع البيانات ورجعوا بها السودان، أصدروا الجوازات الجديدة ورسلوها مع الحقيبة الدبلوماسية، ومن يوم ما اتكررت العملية دي تاني. قبل جائحة الكورونا قرينا إعلانات من السفارة بأنه ستكون في بعثة للجوازات مستقرة في السفارة، وصديقي اتصل على السفارة أكدوا له المعلومة دي، وكان من المقرر مباشرة أعمال استصدار الرقم الوطني والبطاقة القومية والأجانب والجواز الإلكتروني، ونسبة للكورونا السفارة قفلت من غير الإشارة لموضوع الجوازات ده، فإذا سمحتي ممكن تطرحي عليه موضوع الجوازات لأنه مهم شديد. ومنيرة كان عندها نفس السؤال برضو عن الجوازات وتجديدها، كان مفترض في تيم جاي وبعد ذاك حصلت الكورونا والأخبار انقطعت، نفس السؤال تقريبا. وسعادة السفير قال إنه حيكون في يعني إسهامات وفي خدمات حتقدم، لكن الحاجات دي يعني تهيألي بعد ما هو يوصل هنا، وأعتقد يعني هو لما يرجع ممكن برضو أقول له الكلام بتاع إنه قبل جائحة الكورونا كان في كلام عن القصة دي. طيب في أسئلة تانية، فاتنة الشيخ قالت، فاتنة الشيخ أسئلتها كثيرة، أعتقد إنه دي فاتنة الشيخ قالت أسأليهم الخدمات اللي بتقدمها السفارة للمواطن السوداني بالضبط شنو، ما هو دور السفارة في ربط الجاليات أو مساعدته ودعمه لتسهيل حياة المواطن السوداني وتعزيز العلاقات ونشر معلومات المواطن، يعني عارفين المدن اللي فيها جاليات وين، وهل كجالية سودانية ممكن نسجل ونستفيد منهم في حاجة. الكلام ده تكلم عنه سعادة السفير وقال إنه الحاجة دي بتعتمد على المشاورة مع السودانيين، ودي أفتكر حاجة كويسة إنه يعني يستمع لنا كلنا كسودانيين ورأينا في تعزيز العلاقات وكيفيتها. اقترح برضو موضوع الدايركتري انه يكون في زي كتاب كبير يكون فيه كل المعلومات بتاعت السودانيين الموجودين هنا بشكل. القصه دي اعتقد ان ممكن تكون سهله واحسن اذا تم يعني تبادل الثقه ما بين السودانيين وبين السفاره السودانيه. برضو فاتن الشيخ قالت هل السفارة عندها برنامج واضح عن السياحة في السودان وخطتهم شنو في المستقبل لفتح السياحة ودعمها لما الوضع يروق شوية؟ أنا ده سؤالي كان القادم لسعادة السفير عن مسألة السياحة وكيف إنه السفارة ممكن تتعامل مع الموضوع ده. قالت برضو فاتن ما هو سبب الاستهتار في التعامل مع المواطن السوداني؟ اختاري أي واحد من السيناريوهات التحت، مرة دفعونا قروش الجوازات بدري وبعد فترة قالوا ما بيقدروا يطلعوها دفعونا تاني لإكستنشن في الجواز القديم، يعني نص بعيني عينك اللهم أنا بقيت بطلع جوازي في السودان عشان نخلص من الموضوع ده. ناس كتار طبعا، أنا ذاتي بعمل كل إجراءاتي في السودان، ما بقدر أجي هنا عشان كل يعني المتاهات دي. خلال ساعات الدوام الطبيعية قالت ممكن تضرب زي 100 مرة حتى زول يرفع التليفون، لا في فويس ميل لا غيره. ساعة السفير قال برضو حيكون في
يعني مجهودات في موضوع التليفونات. نجي قالت فاتن الشيخ لخطاب مرافقة الأطفال، مليت الورق ورسلت الظروف بتاع جواب المرافقة بتاع الأطفال، وعملت الحاجات المكتوبة بالضبط زي شهر قبل السفر، ومعاهم ظريف عشان ادعوا اوفر نايت، بضرب لما روحي طلعت ما في زول بيرد من اصله، البيت لما ترد بتقول لي بنخطه بكره، وهكذا لمده اسبوعين لحد ما في الاخر في واحد اداني رقم واحد، اتوسط لي الكلام ده قبل سنتين او ثلاثه، بعدها بقيت برسي الزول بالسكه، في الاخر ما وصل لحد ما سافرته، وفي السودان تم رفضه عشان عايزين الاصل، وانا عندي صوره من الايميل الا ب 20 واسطه حتى طلعته. قبل سنين قالت يا وزير السلت ورجع مكشوح فيه وحاجة حمرة زي الكركديل. عرفت أضحك، عرفت أبكي، والله ده المضحك المبكي يا فاتن. طيب في أخ سأل سؤال، والله يعني برضو من الأسئلة اللي الناس ما بتعرف تتصرف فيها، تعمل فيها شنو. اسمه الأستاذ أيمن، خلوني بس ألقى السؤال بتاعه لأنه موضوع شوية. قال لماذا لا يتم تسجيل الرعاية السودانيين في السفارة حتى يتم إجلاءهم للسودان؟ نحن مجموعة من الشباب وأولادنا في السودان وقلقين على أسرنا في ظل الظروف الصعبة دي. أنا مثلا زوجتي وأطفالي الثلاثة عندهم جوازات أمريكية، ولكن اتولد لي ولد في شهر ديسمبر 2019، ولم أتمكن من استخراج الجواز الأمريكي له، ولذلك لم أتمكن من إحضار الأسرة إلى واشنطن، والأسهل إنه أسافر لهم أنا، فساعدونا في السفر وسوف نتحمل تكاليف السفر والحجر أيضا وأي تكاليف أخرى. ده الأستاذ أيمن طه محمد. لسه سعادة السفير ما رجع لنا، أنا بحاول إنه يعني أغطي كل الأسئلة اللي عندي. عارفة إذا في زول عنده حاجة تانية عايز يضيفها على بال ما نقدر نرجع سعادة السفير معانا. طيب خليني احاول. اوكي محمود. طيب ايوه، متواصلين مع سعادة السفير والشباب اللي معاه في السودان، وهم بيحاولوا يدخلوا، فبس هياخدوا شوية زمن. طيب يعني بنعتذر جدا للمشاهدين، لكن مرات بتحصل الامور التقنية دي، خاصة في السودان يعني النت ما بكون بالسرعة المطلوبة. في شركة إبراهيم عجبنا على اللايف بيسأل من قضية اللوتري بالنسبة للسودان، احنا سألنا سعادة السفير من الموضوع ده وقال انه لغاية ما يجي ويشوف القصة شنو يعني، حتى ممكن انتوا تقدروا تتواصلوا معه، هو وعد انه التواصل معه حيكون مباشر. تذكر انه رجع علينا تاني دكتور نور الدين معانا يا محمود، لكن فيديو بس ما في فيديو. مرحبا مرة ثانية يا سعادة السفير. مثلا مرحبا، غيرنا اللابتوب. تمام. طيب انا هخليك انت وسندس تواصلوا. في بس سؤال أخير يا سعادة السفير، أنا كنت بحاول أقرأ في يعني كمية من الأسئلة جاتنا، لكن السؤال اللي أنا كنت يعني على وشك إنه أنا أسألك منه موضوع السياحة في السودان. كيف ممكن السفارة السودانية يكون عندها يعني دور في المسألة دي؟ تفضل. لا طبعا السياحه جانب مهم، وده جزء من تعريف السودان وتراث السودان وارث السودان العظيم اللي كان مهمل لسنين طويله جدا. يعني لاحظت ان وراي في الصوره كده على كتفي ما بعرف بالنسبة لك اليمين ولا الشمال. أنا ولدينا نحن سامعني؟ لا معاك الصوت بقطع شوية لكن أيوة. فنحن السودان عنده ميزات كبيرة في مجال السياحة، لكن للأسف كانت مهملة لسنين طويلة. ونحن في السفارة إن شاء الله سنعمل على إنه تقديم السودان للأمريكان على أساس إنه يعني يتعرفوا السودان أفضل، وبالذات التراث
التاريخ السوداني وجمال الطبيعة في السودان. نحن عندنا النيل وعندنا مجرى النيلين من السايت من أعظم السايت في العالم، وعندنا جبل مرة وعندنا جبال البحر الأحمر وعندنا الآثار القديمة للسودان وعندنا ميزات تفضيلية كبيرة على البلدان المحيطة بنا. فأنا أفتكر من الاستثمار في هذا المجال، وده يتطلب طبعا كذلك تسهيل سفر الأجانب إلى السودان، ودي برضه مشكلة إحنا لازم نحلها. وبدأ من طرق من استراحات ومن خافية يعني في أذهان السودانيين نفسه إن السائح الأجنبي يجب الاهتمام به، ولما يجي في السودان يشعر بأنه هو في بلد بتقدر إمكانات السياسية والسياحية والأثرية والتاريخية، وبتقدر كذلك العلاقات مع العالم الخارجي وأنه لديها ما تقدمه للعالم الخارجي. والسياحة هي بتمكننا من أننا نقدم أنفسنا للعالم بصورة أفضل وبصورة صحيحة، تراثنا وتاريخنا وتقاليدنا وكل هذه الأشياء. أنا أفتكر ممكن، وده كمان نحن من ده توجه تعمل السفارة على تأكيد. وأنا كمان كما تعلمين عملت في هذا المجال في اليونسكو في المنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وسأعمل على تأكيد هذا الجانب بالتعامل والتعاون مع السودانيين بتنظيماتهم المختلفة، بحيث إنه هم نفسهم يكونوا جزء من المنظومة السياحية للسودان، وأن يقدم السودان بالصورة اللي يحب يراها السودانيين أنفسهم يحب يراها العالم الخارجي. طيب سعادة السفير أنت أوكي طيب برضو نعم. يعني حسب هسه تحدثنا عن إنه السودان فيه موارد متنوعة وفيه أشياء كثيرة، وفي حديث سابق بيناتنا إحنا تحدثنا عن إنه حضرتك كنت في كثير من يعني أو أنت مهموم أصلاً بنشر ثقافة السلام، وتكلمنا عن إنه حاجة من الحاجات المهمة إنه الناس ذاتها تعرف نفسها، تعرف نفسها وتعرف موارده وكده. كيف السبيل الليلة بعد الثورة دي إنه الناس تعرف قيمة حتى التنوع الفكري والثقافي والديني والاجتماعي اللي عندنا في السودان؟ ما هي دي مسألة يعني أساسية بالنسبة لي، إنه لازم نحن نعرف نفسنا ونفهم نفسنا من نحن. ده سؤال نحن من يعني من استقلال لحد الوقت بنسأله لنفسنا. في ناس يقول لك يعني كل زول بيشوف السودان من منطلق بتاعه هو، من زاويته الخاصة، من الركن اللي هو قاعد فيه. نحن عايزين نشوف كل الجزئيات، نشوف كل الأركان. ولذلك أنا تحدثت عن السودانوية منذ السبعينات، إن السودانوية إنه يا جماعة ببساطة شديدة كلنا سودانيين، ليس هنالك ثنائية بتاع هوية في السودان، هنالك يعني تعددية سودانية، ناس جوا وقعدوا في حتة معينة وتعايشوا مع بعض واكتسبوا سمات مشتركة ولديهم لغات متعددة، لكن في النهاية وجدوا طريقة أن يتعاملوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض، ولا بد أن يفهموا بلدهم من هذه الزاوية. فبتنا نحن كلنا سودانيين ولدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. وده بيوديني كمان لمسألة سهلة، مسألة تربوية لازم أن تلعب دور كبير في هذا الموضوع، مسألة تثقيفية، المسألة الإعلامية، إنه الناس يعرفوا ليس هنالك تزييف للحقائق كما يحدث الآن. تاريخنا مزيف، إعلامنا مزيف، أفكارنا مزيفة، تربيتنا مزيفة، كل شيء ماشي في الاتجاه الخاطئ. لذلك هذه الثورة مهمة جدا، أنها ثورة مفاهيم وثورة ثقافة وثورة فكر وثورة فكر مرتبط بالعمل. لذلك أنا تحدثت عن ضرورة التبادل الفكري وتبادل في مجال المعلومات، تبادل في مجال الإعلام، تبادل في مجال الاقتصاد والاستثمارات. ولدينا الكثير أن نتعلم من البلدان التي تصالحت مع نفسها بشكل من الأشكال وقدرت تصل إلى
تحديد يعني مقومات العامة ومقومات القومية، وأن أن أن تعمل على بناء يعني أسس متينة للتقدم إلى الأمام. وهذا لذلك قامت الثورة في السودان. الجماهير اللي قامت بالثورة هذه لم تقم من فراغ، ولم تقم من أجل خبز ولا تجل من أجل يعني بنزين كما يقول الناس، أبدا. قامت لأن هنالك إحساس يعني دقيق ودفين لديها إنه السودان مفهوم بصورة غلط وماشي في اتجاه غلط، والناس مقدمين لأنفسهم بالصورة الغلط، وهذا الغلط استمر فترة طويلة جدا. الوقت نضع السودان على المسار الصحيح، وهذه ثورة مفاهيم في الإطار الأول. هذه المفاهيم يجب أن تعدل في الإطار اللي احنا تكلمنا عنه، إنه كلنا سودانيين ويجب أن نحترم بعض ونحترم ثقافات بعض ونحترم لغات بعض ونحترم هويات بعض، وهنالك تعددية يجب أن نحددها ونعرفها بصورة صحيحة على أساس أنه نقدر نتعامل بها وما نتجاهلها. يعني الأنظمة المتعاقبة نظرت إلى السودان من زوايا ضيقة ومغلقة وتسببت في كل هذه الأزمات. لذلك المصالحة اللي أنا بتكلم عنها من سنة 77 عندما كتبت سلسلة مقالاتي في مجلة الثقافة السودانية بعنوان الحوار بين المكونات الثقافية للأمة السودانية، كان هذا هو المدخل بالنسبة لحل الأزمات السودانية والأزمة الأساسية للسودان، بأن السودانيين يفهموا نفسهم ويعرفوا نفسهم كويس ويحترموا نفسهم ويمشوا من بعض لقدام إن شاء الله. وحيكون لدينا حوارات كثيرة إن شاء الله في هذا المجال عندما أصل إلى واشنطن، نعمل لنا منبر لهذا الحوار. يا ريت والله، يا ريت يا سعادة السفير. وزي ما ذكرت أنت من فترة طويلة مهموم بمسألة الحوار، والدكتورة بتاعتك كانت عن الأدب المقارن التناقض أو التضارب في فكر الكتاب السودانيين ما بين الفكر التقليدي والحداثة. هنواصل كلامنا عن رأيك في الثورة، لكن أنا عارفة إنه التركة اللي أنت ورثتها أنت تحديداً ثقيلة من النظام السابق، لأنه حالياً كل الأنظار متجهة لك. شنو مساعيك اللي أنت هتعملها عشان تقدر تطلع السودان من الحفرة اللي هو واقع فيها؟ عشان كده أنتقل لزميلي دكتور محمود يتحدث في مناحي أخرى. تفضل يا دكتور. شكراً جزيلاً يا سندس، شكراً مرة تانية سعادة السفير يعني على تشريفك لنا باللقاء ده، ونحن سعيدين ونتمنى يعني كل القيادة على مستوى الدولة في كل مستوياتها تكون بنفس أريحيتك في التخاطب مع السودانيين وسماع أسئلتهم والإجابة على بالصورة المميزة اللي أنت عملتها، فنحن بنشكرك مرة تانية. أنا داير انتقل من علاقة السفارة بالسودانيين لدور السفارة في العلاقات الأمريكية السودانية. طبعا العلاقات الأمريكية السودانية دي علاقات شائكة يعني، خاصة في الفترة في 30 سنة الماضي. أنا داير أبدأ من حاجة عملية لا علاقة باليومي بتاع السودانيين في حياتهم. يعني جاتنا أسئلة مثلا من عدد من منظمات المهندسين والناس الأسى بيسألوا إنه في ظل الكوفيد 19 الناس تحتاج إنها تشتغل من البيت، وعشان تقدر تشتغل البيت محتاجة التليكوميونيكيشن سيرفيسز اللي هي بتكون مثلا ما متاحة للسودانيين، مثلاً حتى زي زوم أو غيرها من المنصات هي ما متاحة، وربما بيكونوا باكوا فيها صعوب. برضو بتجينا أسئلة من الطلبة السودانيين إنه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان في مشكلة شديدة في الوصول لمصادر البحث العلمي. يعني مرات بيكون الأوراق العلمية والسيرفيسز اللي بيكون فيها مصادر علمية بتكون ما متاحة بالنسبة لهم، بس لمجرد إنه جزء من العقوبات إنه حجب المصادر العلمية من السودان. فدايرك يعني بصورة عامة داير شنو ممكن السودانية توقع إنه في الفترة القصيرة الجاية وفي الفترة المتوسطة إن حاجات تبدأ تتحلحل، يعني مثلا زي الأمور التكنولوجية أو الأمور العلمية دي، هل هي مثلا ممكن تكون مفصولة من يعني نقدر نصل فعلا لنتائج بصورة سريعة؟ والله دي طبعا قضية أساسية، ودي برضه زي ما عارفين يعني كلكم إن هي برضه من التركة المثقلة للنظام المباد اللي أفسد علاقاتنا مع الولايات المتحدة ومع كل دول العالم حقيقة يعني. فنحن طبعا بدأنا الآن في
فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الغربية الأخرى وكافة دول العالم الذين يتفهموا الثورة ويعملوا على يعني مساندتها وخلق يعني وضع جديد وواقع جديد وأرضية جديدة للتعامل من ضمن هذه الجزئيات هي موضوع التواصل، موضوع التقنية، وهو موضوع أساسي في الزمن اللي احنا بنعيش فيه. هنالك عقوبات يعني عازينا منها كثير في هذا المجال، وأنا يعني أتعاطف كثيرا مع الإخوة المهندسين وإخوة الطلاب في هذا المجال وعانينا منها. يعني هسه مثلا أنا عشان أتحصل على زوم يعني استعنت ببعض الأصدقاء، وأنا أشكر الأخ المهندس خالد الموجود معي هنا ساعدني كثير، لو ما كده ما كنت بقدر أتواصل معكم فيها. فأنا يعني هشتغل في هذا المجال، وطبعا ده مربوط بأشياء كثيرة، مربوط بقائمة الإرهاب، مربوط طبعا بمسائل المالية والتسهيلات المالية والتدفقات، يعني السودانيين بيعانوا كذلك من تحويل الأموال وهذه الأشياء كلها. دي طبعا في قمة الاهتمامات الدولة، قمة اهتمامات الشخصية لما أصل إن شاء الله. والإخوة هنا في الدولة طبعا شغالين، أخ رئيس الوزراء والآخرين في الدولة شغالين على أساس أنه يحلحلوا هذه المشاكل بصفة يومية. فمن ناحية عملية أنا طبعا أتصل بكل الجهات المختصة في هذا المجال عشان نعرف كيف يمكن نعيد هذه السودان إلى أن يكون دولة عادية، دولة يعني محترمة، دولة يعني تعود علاقاتها بصورة في كافة المجالات بصورة عادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنالك طبعا بعض العقبات التي يجب أن نعمل على إزالتها، وأنا عارف أن كل الناس مهتمين بالقضية بتاعت قائمة الإرهاب وكيفية ما يحدث فيها، دي واحدة من الجوانب. هنالك الآن حوار داير بين وبين الولايات المتحدة الأمريكية في جهات حوار سياسي استراتيجي. هذا الحوار السياسي الاستراتيجي يتعلق بكافة الجوانب اللي نتكلم عنها. أنا قبل يومين أو ثلاثة اتصل بي بعض الإخوة المهتمين بجوانب الإي ميديسين مثلا من أمريكا، من الأطباء الأمريكان السودانيين الأمريكان والأطباء السودانيين البريطانيين كذلك يهتموا. قالوا لي أخي نحن مجال الإي ميديسين تحدث عنه رئيس الوزراء كأسبقية من الأسبقيات كذلك، لكن طبعا هناك عقبات في مسألة إنه كيف نجري هذا نطور ملكاتنا ومقوماتنا في الإي ميديسين بينما لدينا مشاكل في هذه الجوانب التقنية. فأنا مدرك لهذا، وإن شاء الله سيكون في قمة اهتمامي عندما آتي ونتعرف على كافة تفاصيل هذه المشاكل من الإخوة في التنظيمات المختلفة وكذلك في الإدارة الأمريكية والجهات المختصة في الإدارة الأمريكية، ونعمل على حل حالها بصورة عملية. طيب أيوة، طبعا بالنسبة لمسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في يعني السودانيين داري يعرفوا عدد من التفاصيل. أول حاجة داري يسمعوا منك عموما شنو الأشياء اللي احنا عملناها وشنو المتبقي، ولو في فترة زمنية متوقعة لانفراج الأمر أو الوصول فيه لحل، وداري يسمعوا منك عن علاقة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسائل القضايا ضد حكومة السودان السابقة في المحاكم الأمريكية. طبعا كلكم تابعتوا تصريح السيد رئيس الوزراء في الأيام السابقة اللي قال فيه أن هنالك تقدم كبير في هذا الجانب في هذا الملف. هنالك اتصالات مستمرة يومية مع الجانب الأمريكي، وهنالك تقدم في ذلك هذا الملف المهم بالنسبة لنا والأساسي طبعا بالنسبة لنا. وهنالك مفاوضات مستمرة، هنالك يعني تفاهم وتفاعل من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك تدور هذه المشاورات والمفاوضات والتفاهمات يعني في إطار واثق منه. إن شاء الله في المستقبل القريب نسمع أخبار
طيبة. ما بقدر أقول يعني الوفق الزمني من الصعب تحديده، لكن كل ما أستطيع أن أقول إن شاء الله في المستقبل القريب نسمع أخبار طيبة، وهذا سيكون عنده انعكاسات على يعني التعامل في المجالات الاقتصادية والمجالات المالية والمجالات التقنية اللي تكلمت عنها أنتم، وده حيكون كذلك يعني إزالة الوصمة على السودان والسودانيين اللي عانينا منها كلنا كثيرا. أنتوا عانيتوا منها من جانبكم أكيد، لكن برضو كل السودانيين في كل مكان عانوا من هذه الوصمة الكبيرة. وإن شاء الله الثورة الآن من مبادئها وأهدافها الرئيسية إنها يعني تعمل على أنه السودانيين في كل مكان يرفعوا رأسهم زي ما تفضلنا قبل، وإنه كل أي قرار يتخذ وكل السياسات التي يتم تبنيها تمشي في هذا الاتجاه، في اتجاه أنه لا يضار السودانيين من حماقات الأنظمة السياسية. أن تدار الأمور بالحكمة تتطلب النوافذ، وإنه أي سوداني في أي مكان في العالم مفروض هو مسؤولية الدولة، وفي هذه الحالة هي مسؤولية السفير المعني في المنطقة. أي سوداني تحصل له حاجة، وده يدخل في نفس الإطار ده، إنه نحن نكون حريصين إنه ما ندخل في المزالق، ما ندخل بلادنا في المزالق بتخلي السودانيين يعانوا هذه المعاناة. السودانيين عانوا في 30 سنة الأخيرة وأنتوا أدرى، وكلنا عانينا كافة الأشكال المعاناة في المعاملات اللي لقيناها بسبب هذه السياسات الحمقاء. الآن الثورة تعمل على تصحيح كل هذه الأشياء بهدوء وبروية في إطار تفاهمات، في إطار ثقة متبادلة، ربما تأخذ بعض الوقت، لكن ماشيين في اتجاه صحيح طالما أن هنالك الرغبة السياسية من كل جانبين على أساس أنه نصل حل هذه المشكلة. صحيح. برضو داير أذكر المشاهدين، يمكن يعني الناس كلها مركزة على مسألة قائمة الدول الراعي للإرهاب، لكن إحنا في السودان النظام السابق أدخلنا في عدد من أنواع العقوبات الأخرى اللي تفرضها الحكومة الرجعية. مثلاً عندهم عقوبات بيفرضوها على الدول اللي بيحصل فيها انقلابات عسكرية ويكون فيها شرعية ديمقراطية، وعندنا عقوبات متعلقة بالحرب المستمرة في دارفور، دي ما حتنتهي إلا باستكمال العملية الديمقراطية والوصول ل يعني إنهاء العملية الديمقراطية ووصول لعملية سلام. برضو واحدة من الحاجات اللي بتذكر كثير يعني في مسألة العقوبات على السودان إنه النظام السابق لأنه كان بيمارس عمليات قتل جماعي وحروب ظالمة ضد ناس آخرين وقمع وكده، كان عنده سمعة سيئة جدا هنا في الولايات المتحدة، لأنه في منظمات كثيرة لها علاقة بحقوق الإنسان وكده بتقوم يعني حتى بتمشي تعمل لوبينج للولايات الأمريكية المختلفة إنه ما يمنعوا أي استثمار في السودان وكده بناء على يعني ممارسات الحكومة السابقة. وأسا هيكون في تخوف إنه حتى لو يعني لما يحصل تحول ديمقراطي ونكمل العملية والسودان يحصل لعملية سلام، المنظمات دي بطبيعتها ما بترجع تعكس الدعوة بتاعتها. يعني ربما أنا داري أعرف رأيك إنت يا سعادة السفير إنه نحن مواجهين زي كنا مواجهين 30 سنة من الدعاية ضد بلدنا، وهي ربما كانت يعني دعاية مفهومة في ظل ممارسات النظام السابق، لكن إحنا كيف حنقدر نعكس الصورة بتاعة السودان هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد التركة بتاعة 30 سنة دي كلها؟ والله طبعا هي هذه المنظمات يعني لم يعني تعمل من فراغ، يعني أكيد يعني كما نعلم أن هنالك أسباب موضوعية لعمل هذه المنظمات، ويعني ما متسببة ساكت يعني ربما يكون في بعضهم يعني ما لا أدري، لكن أنا أفتكر هذه المنظمات والغالبية العظمى هذه المنظمات لديها أسباب موضوعية للقيام بما قامت به يعني، وكانت محقة في الحصار اللي فرضته والذي طلبت من يعني الإدارة أن تفرضه، وهذا حصار حقيقة يعني شارك في العالم كله ليس هذه المنظمات فحسب. أنا اشتغلت مع في دول أفريقية كثير، شاهدت بنفسي مشيت قابلت مسؤولين حتى في
أخرب الدول هنا، أخرب الدول هنا. كان عندهم رأي في الشيء حاصل في السودان وتضرروا منه. هذه السياسة الجديدة، الثورة والسياسة الجديدة اللي وضعتها الثورة وتوجهها الجديد ومساندة العالم لهذا التوجه والحماس الكبير له سينعكس في تصرفات هذه المنظمات وغيرها، وبأسافير وفي الصحف وفي المجلات، يعني شفنا توجه جديد. يعني الناس كلهم بيدعوا لدعم السودان وبيدعوا ل يعني إنه السودان تخلى عن السياسات القمعية القديمة، السياسات الظالمة العدوانية. وطبعا ده جزء من مسؤولية السفير والسفارة كذلك والسودانيين كلهم. هذه الصورة تتغير، والاتصال بكل الجهات التي تهتم بالسودان والمتابعة لشأن السوداني على أساس أنه شرح الشيء الحاصل في السودان، وهي ليست عملية من جانب واحد، هي عملية تضامنية. نحن نتضامن مع أصدقائنا ومع شركائنا في الولايات المتحدة وفي العالم من أجل أن نمضي في باتجاه واحد، وكلنا شركاء في هذا الاتجاه. الاتجاه هو خلق عالم جديد يقوم على أساس التضامن والترابط والتفاهم، وعلى أساس تبادل المنافع واعتراف بمصالح بعضنا البعض، والاتفاق على تحقيق هذه المصالح في أطر بتاع سياسات يعني وبرامج مشتركة ومتفق عليها، ويتم تنفيذها وفقا لتفاهمات كذلك وأطر وأساليب متفق عليها. وتعاملنا مع المنظمات يأتي في هذا الإطار. ولدينا يعني اتصالات مع نحن مراكز مثلا السينك تانكس المختلفة في أمريكا، الأساسية منها الجامعات المنظمات إلى آخره، بعضهم اللي بدأ يساعد السودان بوقت. نحن متابعين هذا الموضوع وستتم متابعته أكثر إن شاء الله لما فيه مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين بإذن الله. طيب في سؤال تاني هو عموما عن دور أمريكا في دعم الثورة. في ناس بيروا إنه مثلاً زي التأخر في رفع السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب وفي يعني بعض الملفات الأخرى، في يعني بعض بيوصف الحياة دي بأنها هي فتور، يعني موقف فاتر من الولايات المتحدة تجاه الثورة السودانية اللي هي ممكن تكون يعني ثورة ديمقراطية كبيرة جداً وتقدمية، و يعني الواحد كان بيتوقع أنها تكون متوافقة مع يعني المبادئ الأمريكية المعلنة تجاه المنطقة بتاعتنا. يعني فالناس بيتسألوا ليه، هل انت بترى انه ده موقف فاتر وهل كنت بتوقع حاجة احسن من كده من امريكا تجاه الثورة السودانية، ولا هل الحاجة دي مفسرة او رايك عموما؟ يعني والله انا ما افتكر انه موقف فاتر. انا على اتصال بالجهات الامريكية منذ ايام الثورة والحمد لله، وجيت لواشنطن انا في منتصف مارس الماضي اللي هو 2019، وتواصلت مع الإدارة الأمريكية، تواصلت مع وزارة الخارجية، تواصلت مع بعض الناس المهتمين بالأمر وكده، وشرحت لهم إن الثورة دي إيش وأن هنالك تغيير قادم. 15 مارس من 13 إلى 15 16 مارس 2019 أنا كنت في واشنطن، وأفتكر أساهمت بقدر يعني معقول بإنه تغيير فهم الأمريكان لما يحدث في السودان. كانوا متشككين ومتيوجسين دل من هو البداع وسوي في شنو نحن وطعمين. أنا أفتكر زيادتي كان لأسر يعني كل تواضع يعني في هذا الموضوع، ومستمر في التواصل من ذلك الوقت. الأمريكا طبعا دولة كبيرة ولديها مسؤوليات كبيرة، وتتخذ سياسات تتماشى مع قراءته ورؤيته للأوضاع في البلدان المختلفة. السودان قامت فيه ثورة أكيد، الأمريكان إحنا مشينا لقائمة الأعمال الأمريكي قبل أخونا السفير إبراهيم طه أيوب وآخرين المؤثرين لقوى الحرية والتغيير لما كنا في لجنة العلاقات الخارجية، ومن أول السفراء اللي التقينا بهم بعد ذاك التقينا بالسفراء الأوروبيين قبل ما يحصل التغيير في أبريل. من بدينا هذا النشاط يمكن من مارس 2019 واستمرينا لحد ما
ما بعد القيام السوي يعني تحديث التخلص من النظام البائن. دائما كانت الرؤيه هي هنالك الكثير من التعاطف والمسانده وتم التعبير عنها والتعبير للتغيير اللي حصل ومسانده النظام المدني او التحول المدني الديمقراطي في السودان. ما حدث في السودان من شراكه بين المدنيين والعسكريين هو طبعا بيسموها ماريج اوف كونفينينس يعني هو والله زواج مصلحه حتى تقدر تقول او اقتضته الواقعيه السياسيه زي ما بيقولوا الفرنسيين السياسه هي يعني the art of the possible لاغري بوسيبل the art of the possible is not the art of the impossible. فاللي حصل لي هو يعني ولا نحن المدنيين راضين عنه 100% ولا العسكريين راضين عنه في 100% لكن توافقنا انه نشتغل مع بعض من اجل مصلحه السودان. هنالك جهات كثيره بتفتكر انه يعني ليس هذا نظام مدني كامل الدسم زي ما بيقولوا الايرادي في الجرائد وإن يا ريت لو كان النظام المدني في 100% صح؟ ده رأيي أنا برضو لكن أنا زول واقعي فيما يتعلق بالتعامل مع السياسة وأنا قلت الكلام ده أنا من ماري من بدايات الثورة في 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 يناير 2019 كنت بقول لأخواننا في التجمع المهنيين وما يا جماعة إحنا علاقاتنا مع الإخوة العسكريين يعني علاقة لابد أن ننظر في مستقبل وكتبت التشاور الاستراتيجي صلة الحكاية ليش نبغى قراءة الأخوان وشركائنا للوضع في السودان كلام أنا دعوت صراحة ما بديش متخوفين أن يكون هناك هيمنة عسكرية على الوضع وأنه الحلم بتاعنا نحن بنظام مدني ما يتحقق ونحن في حوار مع الأخوة العسكريين في الموضوع وهم متفهمين للمشكلة دي لكن هذا التخوف موجود ولذلك هنالك التردد وانا قالوا لي الكلام ده انا قبل 10 ايام كنت في زوم زي حقكم ده مع بعض الاخوة في واشنطن من الجانب الامريكي وبكره عندي متحدث رئيسي في راوند تيبل منظمة اليو اس اي بي والاي اي بي اللي هو يوروبيان انستيتيوت فور بيس عاملين مسوي فيما يتعلق بالعلاقة مع الشركاء تمهيدا للمؤتمر عارف انت حيتم يوم 25 والتساؤلات موجوده والله نعمل شنو يا جماعه نحن بنقول لهم والله يا جماعه صح هنالك بعض المشاكل في السودان لكن نحن ما ممكن نغير الامور في السودان بعصا سحريه هنالك واقع لازم نتعامل معه لكن الهدف بتاعنا واضح الدوله المدنية ولا بد من انه في لكي نصل ونحقق هذا الهدف لا بد ان نتحدث الى الاخوه العسكريين نتكلم معهم الكونسيرس حقتهم شنو الكونسيرس حقتنا شنو لان احنا عايزين استدامه النظام الديمقراطي انا كتبتها في الكتاب اللي عندك انت هذه الاستدامه تستدعي الواقعيه والاحلام حاجه والواقع السياسي حاجه ثانيه ما معناته ان نبرش ولا اننا لا احنا كمدنيين عارفين اللي نايب بتاعنا شنو ونعتبر العسكريين هم ذاتهم جزء من التحول المدني الديمقراطي هم ذاتهم ويتفهموه ويساندوه وانا قلت في حلقه في التلفزيون قبل اسبوعين ثلاثه ما دايرين زي جناطيلين وزي نعمل لنا انقلاب عسكري ما احنا الشعب ده ما عنده حاجه مش وانا بتكلم بكل صراحه فصله الحكايه دي اللي نايب شنو الأمريكان مساندين هذه النقلة اللي حصلت بحذر وأنا ونحن بنتكلم أسف في إطار زي ما قلت لك قبل بتاع حوار استراتيجي ويناقش فيه مثل هذه الأشياء هم بيقولوا يا جماعة نحن عايزين ده ultimate goal بتاع الشغل بيناتنا ده تحول مدني ديمقراطي كامل للدسم وفي نهاية المطال نحن بنضغط عليكم لمصلحتكم نضغط عليكم لمصلحتكم انه والله عندنا ما عندنا يعني زي زمان كونديشناليتي زي ما بيقولوا لكن والله عندنا بصفه يعني فريندلي بقول لكم والله يا جماعه حقوا في المجال ده مجال القضاء والعدل لابد يكون هنالك ضمانات لما سيحدث
المجال بتاع العداله الانتقاليه لابد ان تكون هنالك ضمانات لما يحدث. في المجال الدستوري لابد ان تكون هنالك ضمانات لما يحدث. في المجال الاقتصادي لابد ان تكون هنالك اشياء. في المجال الاجتماعي والاقتصادي لابد ان تكون هنالك. في مجال الميزانيات اعاده توازن الميزانيه بحيث انها تكون يعني سيفيليان فريندلي. فهنالك حوار دائم. انا يعني ما بقول لك انه والله هم لا ما متحمسين، لكن بقول لك صح هم حذرين، لكن نحن معهم مع الاوروبيين مع شركائنا الاخرين عقدنا حوار مستمرين فيه بكل شفافيه ولمصلحه ان انه السودان في النهايه يمشي لقدام ويحقق الاهداف بتاعت الصعود. شكرا، شكرا جزيلا يا سعادة السفير. أظن يعني ممكن من كلامك ده برضو يعني الحاجة اللي ممكن يكون في سودانيين كتار متفقين عليها، إنه الهدف بتاع تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية كاملة الدسم اللي انت قلتها دي، يعني غير الضغوطات بتاعت يعني الدول الخارجية ومسائل المجتمع الدولي لمساعدة الانتقال وكده، في نهاية المجتمع السوداني من نفسه بتنظيماته بكياناته بالشباب وبرجال الأحياء والعمل النقابي والعمل السياسي بتاع السياسيين الوطنيين برضو كلنا برضو ده هيكون، يعني أظن ده هيكون الركن الأساسي هيكون على ديس، وما الحاجات الثانية دي مساعدات، لكن ده طبعا برضو مساعدات مهمة في نفس الوقت. صح، هو الأساس هو الداخل في كل شيء. يعني تكلمنا عن الاقتصاد مثلا، يعني المعونات الخارجيه دي يجب ان تجي مكمله للجهود الداخليه، سواء في مجال السياسه، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في كل المجالات. وده يتطلب ان السودانيين كمان يشتغلوا مع بعض. يعني الكلام ده انا بكتب اكثر، انا بكتب الكلام ده ليه؟ الجبهة الداخلية ما يسمى بالجبهة الداخلية، السودانيين متفاهموا مع بعض، قلت في التلفزيون أنا قبل أسبوعين ثلاثة، إذا السودانيين متفاهموا مع بعض ما في قوة في الأرض تقدر تلمهم. إذا ما هم عايزين يتفاهموا مع بعضهم ومش تشاكلنا وتخاصمنا وتحاربنا وقسات الحاصل دلوقتي ولا يجر هنا في المشاكسات والمحاكات بين السودان غير تدمير السودان. عشان كده أخير السودانيين يقعدوا مع بعض، يقعدوا في الواطة دي ويفهموا بالبكر وضعهم الحاصل ده شو، ويتفقوا على حلول لمشاكلهم. والحلول دي حلول سياسية، حلول دستورية، حلول سياسية. هيعملوا شنو في مسألة الدستور، هيعملوا شنو في مسألة العدالة، هيعملوا شنو في مسألة السياسة، هيعملوا شنو في مسألة الاقتصاد، هيعملوا شنو في مسألة التهميش، عمل شنو في مسألة السلام وتحقيقه. السلام ما هو توقيع اتفاقية، ونزول بذلك السلام الشغال فيه، السلام ده سنين طويلة قبل ما خش الأمم المتحدة. السلام لو ما تم سلام اجتماعي ويعني ويقام داخلي بين الناس ما بيحصل. ممكن توقع اتفاقيات الدنيا والآخرة دي كلها، احنا وقعنا كم اتفاقية ما كفت. أنا بتفق مع الإخوة في يعني جبهات النضال، بس المشكلة لابد أن يحل، وده عايز حوار عميق، الناس يقعدوا مع بعض إن السودان دشنو ونحن منو وليه دايرين نقف مع بعض، عايزين مع بعض نعيش مع بعض كيف. بعدين مجال الاقتصاد مجال مهم جدا. أنا أتكلم عن النموذج الاقتصادي، دايرين إحنا نشتغل من الداخل عشان بيجوا من برا ديل يجوا يعاء يعني مناسب بعد ذلك. يا سعادة السفير، أنا شكل الصوت قطع. البعيد الكلام واضح جدا. أريد أن أكون يبقى
شكرا لك يا سعادة السفير. بس يعني يمكن السؤال الأخير ده الصوت ما كان واضح لكن إحنا عشان الزمن يا سندس لو دايرة تدي تقديم يعني كان عندك زي تقديم كده للكتاب بتاع السفير وبعد ذاك أنا أظن يعني سعادة السفير أنت أساسا سامعنا؟ أيوة سامعكم. أيوة. طيب هسه أنتوا كنتوا بتتكلموا عن الحروب وكان سؤال مهم جدا ضحايا الحروب اللي الفترة الفاتت يعني أول لاجئين اللي جوا هنا الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الفترة الفاتت السفارة كانت بتقدم تقارير عنهم ضحايا الحروب ديل ونحن الليلة السودان بيمر بمرحلة الانتقال المركب من ناحية اجتماعية وثقافية وسياسية وفي تناقضات كثيرة في تكوينات مختلفة ودائما كان في خلاف ما بين علاقة الهامش والمركز لو اعتبرنا كلمة الهامش دي أنا ما بحب المهمشين ولكن الهامش يعني لغويا يعني الأطراف طيب حاليا اللاجئين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وهم ضحايا للحروب شنو الحاجة اللي ممكن تقدمها لهم؟ الحاجة اللي ممكن أقدمها لهم إنه أول حاجة نصل إلى فهم مشترك. أنا لما كتبت المقالات بتاعتي والكتب بتاعتي عجز القادرين وكتبت يعني قضايا الحوار الطويلة دي كلها كان هدفي إنه يا جماعة لا بد إنه نتفق سوا على رؤية مشتركة لتعاملنا لتعايشنا مع بعض وتعاملنا مع بعض. وأنا من الناس اللي اشتغلت في القضايا دي كثير جدا، اشتغلت في دارفور، اشتغلت في شغلي في الأمم المتحدة وفي المنظمات الأخرى في إطار ثقافة السلام اللي بدأنا في التسعينات. أنا بديت مسألة الحوار والمداخل. الصوت برضو بيقطع يا دكتور ما أعرف إذا سامعني. صوت بيقطع طبعا يا اخواننا انا يعني احنا نفسنا فعلا نقول كل الاسئله ونناقش كل الحاجات زي ما انتم شايفين الانترنت بالسودان الازمات الوطنيه او القوميه لا بد من المدخل الرئيسي في مبادئ في مشكلة صوت أيوة كده رجع كده رجع من قبل كان كعب لكن هسه رجع سامعني يا دكتور طيب يا سندس أنا شايف إنه نحن ممكن ندي تعريف بالكتاب بتاع سعادة السفير I think إنه فقدنا الاتصال به خالص. ممكن ندي تعريف وبعد ذاك نختم عشان ما نطول على الناس طيب سعادة السفير طبعا عنده مؤلفات كثيرة ومن أبرزها كان كتاب اسمه عجز القادرين عجز القادرين ده في نهاية الكتاب أدى فيه روشتة عن إنه كيف المشكلة السودانية ممكن تحل ده من فترة طويلة لكن كتابه الأخير اسمه حتى تكتمل الثورة في استدامة الثورة وتفادي انتكاسنا ده الغلاف بتاع الكتاب كتاب جميل جدا إن شاء الله يعني الناس تقدر تقرأه بيتحدث في الكتاب سعادة السفير عن يعني بعض النقاط اللي عندها علاقة بالثورة وإنه كيف نقدر نتفادى كمية من المشاكل لسه ما ظهر لنا سعادة السفير لسه يا محمود أيوة أنا think أنا شايفها ورجع أفتكر والله تمام والله نحن كان عندنا رغبة إنه بس نخليه يقول كلمة أخيرة ويعني نشكره وكذا لكن يبدو إننا حنضطر نختم من دونه طيب بس خليني يا محمود أقول إنه في الكتاب تحدث دكتور نور الدين عن إنه يجب أن تكون الديمقراطية السودانية على مقاس الواقع السوداني يتكلم عن إنه الواقع السوداني هو يعني
فيه كمية من المشاكل وكمية من الحاجات لسه ما ظهر. أنا لسه عندي يعني عندي أمل إنه يظهر لنا. أنا كنت عايزة أتكلم معاه عن برضو تحدث عن تفكيك الحلقة، الوسيلة لتفكيك الحلقة المفرغة بين الحلم الحلم الثوري الذي يبقى حلما بعيد المنال من ناحية، وبين الواقع السياسي المزري الذي تمكن حتى الآن وبصفة مستمرة من إجهاض ذلك الحلم وتحويله إلى كابوس مفزع. للأسف ما رجع علينا سعادة السفير، افتكر بعد نختم يا محمود ولا ايوه لا انا اي ثينك اننا حنختم. شكرا لك كثير يا سندس على التقديم الممتاز، شكرا لكل الناس في السالون الاسئله، ساعدونا في التحضير للاسئله، بنعتذر جدا اذا اسئلتكم ما سالناها لسعادة السفير، لكن تاكدوا انها هي وصلته وهو يعني هو او طاقم السفاره حيتكفلوا بالاجابه عنها. وبنشكر كل الناس اللي تابعونا في اللايف ده وكل الناس اللي شيروا اللايف، و يعني إن شاء الله تابعونا دائما في سابع، حيكون عندنا لقاءات بتهم السودانيين، بتهمنا نحن كأطباء وبتهم السودانيين في الولايات المتحدة وتكون مفيدة لكم. يا محمود لمكتب الأدفوكاسي على رأسهم دكتور خضر عبد المنعم ودكتورة داليا عطلة وأمجد عبد المنعم عبد العزيز. برضو ما ننسى إن إحنا نشكر باشمهندس خالد محمد علي اللي كان له دور كبير في الحاجات التكنولوجية هناك في السودان، يعني لولاه ما كانت كل الحاجات دي حصلت. بنعتذر برضو، في كمية من الناس علقوا إنه عندهم أسئلة كثيرة الناس ما سألتها، إحنا حاولنا بقدر الإمكان إنه نغطي أغلب الحاجات اللي جاتنا، وزي ما قال محمود إحنا حنوصل الأسئلة سعادة السفير، وإن شاء الله يعني حنجيب لكم طريقة للتواصل بحيث إنه تعرفوا أجوبة أسئلتكم إن شاء الله. شكرا كثير يا سندس، وتصبح على خير يا جماعة في السودان، وشكرا لكم مرة ثانية. طيب مع السلامة.